تصنف الدول العربية مجتمعة كأكبر مستورد للحبوب في العالم، وخاصة القمح بنحو 25% من الصادرات العالمية. على رأس القائمة مصر التي تستهلك ما يزيد على 20 مليون طن من القمح سنوياً، أكثر من نصفهم مستورد من الخارج طبقاً لأرقام وزارة الزراعة الأمريكية. تدفقات الحبوب الواردة من روسيا لم تتوقف من الوصول إلى الدولة المصرية، بل زادت خلال شهر مارس 22 عن مارس 21 بمعدل 24%، بينما تراجعت طبعا تدفقات القمح الواردة من أوكرانيا بمعدل 32%. تشكل روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي ل 80% من حجم واردات القمح المصرية، والتي وصلت في عام 2021 ل 13 مليون طن طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ما يعد هاجساً لبلد يمثل الخبز ركناً أساسياً في طعام معظم سكانه.